السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. واذكروا الله يا حبايبي، لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله باذن الله كل سنه وانتم طيبين. انتوا عارفين رمضان بقى والعصاير بتاعته، وان شاء الله هعمل معاكم الخروب حبايبي وطريقته وبيتعمل ازاي. دوت ربع كيلو، نص كيلو خروب حبايبي. ديت يعتبر هي معيار حبايب قلبي، نسمي الله كده. ادي واحده، وادي التانية، يعتبر كوبايتين كده حبايب قلبي. هنسمي الله ان شاء الله وارفعه على النار، ولما لما ارفعه على النار هتبقوا معايا واحده واحده. ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم، واللي انا بعمله يكون بيعجبكم، واكون عند حسن ظنكم حبايبي. متنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم حبايب قلبي. يا رب ربنا يجعله شهر كريم وفضل واسع علينا وعلى المسلمين اجمعين. خليكم معايا حبايبي، هرجع لكم تاني. بص حبايبي كده انا رفعته على النار، ماشي. طبعا انا معليه النار حابه بس كده احس ان السكر بدا يسيح مع الخروب. بهدي النار شويه حبايبي عشان ما يتلسعش منك ويبقى طعمه شايط، مع لما تيجي تشربيه يبقى طعمه شايط. بنسوي الحاجه على نار هاديه حبايبي عشان خاطر ايه، بتطلع معانا بتديكي نتيجه افضل. يا رب ان شاء الله اي حاجه اكون بعملها تكون بتعجبكم حبايبي، والفيديو ينول اعجابكم. صل على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. واذكروا الله، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. حطوا اللايك حبايب قلبي، حطوا اللايك وفعلوا زر الجرس عشان القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد، واعملوا مشاركه للفيديو عشان القناه تكبر بيا وبيكم حبايبي. بتني ايدك فيه كده حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين كده السكر بدا ايه يسيح شويه مع العسل مع الخروب. فان شاء الله باذن الله يعني واحده واحده مع بعض. خليكم معايا يا حبايبي، خليكم معايا. بصوا حبايبي السكر عمل ازاي، بنفضل معايا واحده واحده كده حبايبي لحد ما السكر والخروب يتحمروا مع بعض، ماشي. بس مش بنسيبه كده وخلاص، لا احنا لازم نفضل نقلب فيه طول ما هو على النار. بفضل اقلب فيه كده زي ما انتم شايفين عشان ما فيش حته تلزق وتعمل مراره في الخروب، ماشي. واحده واحده كده حبايبي مع بعض ان شاء الله. اول ما يجي يخش في اللون اللي انا عايزاه هوريه لكم، خليكم معايا. بص حبايبي بيبقى ايه، بدا يخش في اللون اللي انت ايه هتكوني عايزاه، ماشي. بس كده لسه شويه يعني برضو، بس انا حبيت ايه اوريكم معايا بيبقى عامل ازاي. ما شاء الله على ريحته حبايبي، ريحته جميله جدا، بيبقى انضف كتير من اللي بره. والكوبايه بنجيبها بقد كده من بره. طب واحنا على ايه؟ ما احنا نعمله في البيت افضل يعني. كل سنه وانتم طيبين وعد عليكم الايام بخير. حطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك، حطوا اللايك، ما تنسونوش في دعوه حلوه، حطوا لي اللايك حبايب قلبي، خليكم معايا. بص حبايبي كده خلاص انا وصلت للون اللي انا عايزاه، اللي يديني الطعم الخروب اللي زي بتجيبيه من بره بالظبط، ماشي كده ما شاء الله. هنسمي الله وهنحط الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي 2 لتر حبايبي على نص كيلو خروب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله، بسم الله ما شاء الله. بس حبايبي كده ماشي كده، انا هسيبه بقى لحد ما الخروب يسيب المعلقه خالص، بصوا متجمد فيها، فانا هسيبه لحد ما الخروب يفك خالص يا حبايبي. بس هزوده شويه ميه تاني لان لما بيغلي بينقص، ماشي. فانا هزوده حبه ميه تاني واسيبه، ولما اجي الم الريمه بتاعه الخروب
هتبقوا معايا، خليكوا معايا. بص حبايبي، اول ما تلاقيه عامل ريمه كده بتلميها بالراحه كده. كده زي ما انت شايفه كده، بتعلينه النار بس مش بتعليها قوي عشان ما يفرش منك بره، مبهدل لك الدنيا. تنسوش حبايبي صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، وتذكروا لي يا حبايب قلبي لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله، ويصلح حالنا وحالكم، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. انا عليت النار بس عبال ما الخروب يفك من المعلقه زي ما كنت مورياكم، كان لازق في المعلقه وكان طبعا لازق في الحله كده. بص هو فك خالص من الحله، مجرد ان هو يغلي غلوه حبايبي او غلوتين كده. هتبقوا معايا برضو ان شاء الله اول ما اطفي عليه، بس طبعا مش لما اول ما يغلي ولميت الريمه دي كلها اللي انتوا شايفينها يبقى كده خلاص هو خلاص. لا بسيبه بقى يبرد خالص، وبعد كده بروح لما بروح مع الفضيه في قلب الازايز وادخله التلاجة. تشربي بقى خروب بمزاج حبايبي، يعني حاجة نظيفة وحاجة حلوة جدا. السكر بقى انا حطيت كوبايتين، انت عايز تحطي اقل، دي حاجة ترجع لك حسب الرغبة. خليكم معايا كده. خلاص يا حبايبي اهو بدأ يغلي زي ما انتم شايفين كده، بص لونه لسه كمان طبعا ايه ما قعدش، يعني مع مجرد ان هو غلي بس على النار زي ما انتم شايفين كده. كده انا خلاص هطفي عليه واسيبه بقى لما يبرد خالص. اول ما يبرد ان شاء الله واجي اعبيه، هتبقوا معايا واحده واحده حبايبي وانا بعبيه ان شاء الله. هعبيه في الازازه، خليكم معايا. بص حبايبي هو بيغلي اهو زي ما انتم شايفين، بدأ يغلي اهو ما شاء الله ما شاء الله. فكده ان شاء الله هو كده خلاص تمام التمام، ولونه جميل جدا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، لونه جميل قوي قوي وتقيل حبايبي مش خفيف. ان شاء الله باذن الله لما اجي افضيه حبايبي هتبقوا معايا. بس ما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. حطوا اللايك حبايبي وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، واعملوا اشتراك في القناه ومشاركة للفيديو حبايبي عشان القناة تكبر بيا وبيكم. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. خليكم معايا حبايبي، بس تنسوش تقولي دعوة حلوة في الكومنتات. خليكم معايا. بص حبايبي ادي الخروب بعد ما صفيته وعبيته، وعمل لي ازازة 2 لتر والتانية دي زي ما انتم شايفين كده يعتبر لتر حبايبي، عمل 3 لتر حبايبي ما شاء الله ما شاء الله. وريحته جميله وطعمه جميل حبايب قلبي. ربنا يصلح حالنا وحالكم، كل سنه وانتم طيبين ويعد عليكم الايام بخير يا رب، ويجعل شهر كريم فضل واسع علينا. ما تنسوش تحطوا اللايك حبايبي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، تعملوا مشاركه للفيديو، اشتركوا في القناه يا حبايب قلبي عشان القناه تكبر بيا وبيكم. ما تنسونيش في دعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا اللايك. يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم، واكون ضيفه خفيفه عليكم، واكون قادره اوصل لكم من معلومه حبايبي يكونوا قادرين تستوعبوا مني اي حاجه بعملها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.